تحدي كده سريع لكم، اربع اخبار في اقل من دقيقه، ده حاجه بقى جديده. هبوط الدولار لاقل من 16 جنيه وده اول مره من 3 سنوات، ب 15 جنيه 95، هل هيؤثر على اسعار السلع في السوق ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الفتره اللي جايه. طقس مائل للدفء على معظم الانحاء حتى نهايه الاسبوع اللي جاي اللي هو اللي احنا فيه ده. طيب، مبادره كلنا واحد من وزاره الداخليه عملت قافله محترمه جدا لقاطني المساكن الاولى بالرعايه بطريق الواحات، وده دور خدمي محترم جدا لوزاره الداخليه. عوده السياحه البريطانية الحمد لله تاني لشرم الشيخ، طيارة كان على متنها 168 راكب. احنا عارفين ان يمكن في جنسيتين مهمين جدا للسياحة في مصر، هو الروس والانجليز. ليه؟ لان هو جودتهم كسائح بينزل يعني بيصرف فلوس كتير، يعني ما مش من النوع اللي بياخد الباكج ويروح زي ما هو. طيب، دي كده اربع اخبار قلناهم في اقل من دقيقة الحمد لله.